حقيقة الانسحابات من كتلة النصر يبدو لي أنها يعني جاءت بعد معرفة الجميع بأن هذه الكتلة فيها من الفاسدين الذين قد لا يقبل الشارع فيهم في رؤيتهم مرة أخرى. يعني إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وجود وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وهو قد استجوب في البرلمان العراقي وسحبت الثقة منه وأخرج باتهامات كثيرة، الوزير الكهرباء الحالي أيضا هو تحت الاستجواب، ولربما البرلمان العراقي لاحقا في جلساته اللاحقة يصوت على أيضا على عدم الاقتناع بأجوبة الوزير في حق في الاستجواب، ولربما أيضا تسحب منه الثقة. هذه الشخصيات ما عادت في الشارع العراقي تشكل مقبولية كبيرة بعد انسحاب الفتح، المجموعة التي اختلفت وتقاطعت مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على أمور فنية حقيقة قد فرضها العبادي عليهم، خرجوا وانسحبوا، تيار الحكمة لعمار الحكيم انسحب، هذه كلها أمور ورؤية الكتل السياسية أن رئيس العبادي رئيس الوزراء لم يعد بالمستوى الذي من الممكن أن يحقق نصرا سياسيا لكي يأتلفوا معه. هذه النقاط الرئيسية لحد هذه اللحظة في أسباب انسحاب الكتل من كتلة النصر. نعم. طب نعم. أستاذ، هل تستطيع القوى يعني الشيعية العراقية من عزل العبادي ومنعه من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات، يعني خاصة بعد انسحاب كتلة الحكمة وأيضا قبلها كتلة الفتح؟ يعني هو اليوم احنا وفق العملية الديمقراطية لا توجد قضية اسمها عزل فلان عن 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 رئاسة وزراء إذا ما استطاع أن يحقق، لكن بالواقع الحقيقي نعم. إنه رئاسة الوزراء هي لا تقبل يعني الشك أنها للمكون الذي يمثل الأغلبية داخل صناديق الاقتراع، وبالتالي كون المكون المجتمعي في العراق هو ذو أغلبية شيعية فأكيد أن رئاسة الوزراء ينتج عنها رئيس وزراء شيعي. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، اليوم هناك طموح للشارع العراقي يريد أن ينتهي من موضوعة المحاصصة الذي وقع تحت أشرها منذ عام 2005 إلى يومنا هذا، وبالتالي العبادي لم ينادي بأغلبية سياسية، إنما يحاول أن يبقي الحال كما هو عليه وفق المبدأ التوافقي والمحاصصي. الكتل الأخرى ويتزعمها مثلا رئيس دولة القانون رئيس الوزراء السابق نور المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي، من الممكن أن يشكل بأغلبية سياسية وهي ما تناغم وتدغدغ مشاعر العراق الشعب العراقي، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن بعد الانتخابات لربما يكون هناك توافق ما بين التحالف ما بين فتح وما بين الكرد مسعود البرزاني وجلال طلباني الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وحتى ما بين كتلة سليم الجبوري وبعض من أطراف من الرمادي. هذه المنظومة أنا أتصور أنها تستطيع أن تشكل أغلبية سياسية، وبهذا الشعار من الممكن أن يكسب أغلبية شعبية أيضا يستطيع أن يصل فيها إلى ما يريد. نعم. طب نعم. ما هي احتمالية أو احتمال التحالف بين العبادي والكتل السنية أو حتى يعني الكردية في الأيام القادمة؟ هناك خلاف واضح ما بين العبادي والكتل الكردية حصرا. نعم. يعني لم يتفق مع مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي. نعم. هناك تقاطع أيضا بينه وما بين الاتحاد الوطني. الآن كتلة التغيير الكردية لربما هي أيضا لحد هذه اللحظة لم تتفق على أن تدخل معه في اتفاقات أو لا. الكتل السنية أيضا ليس هناك سوى النجيفي، والنجيفي يعني الجميع يعرف في العراق كيف استطاع أن بعد معركة الموصل وبعد سقوط الموصل بيد داعش كيف وجهت أصابع الاتهامات إلى محافظ النجف إلى محافظ الموصل أثيل النجيفي حينها، وكذلك أيضا إلى وقوف أسامة النجيفي مع الموقف التركي بعض الأحيان. كل هذه أمور أنا أتصور أنه القائمة السنية لا تستطيع أن تأخذ موقفا لحد هذه اللحظة مع العبادي، ولم تستطيع أن تنتحر انتحار سياسي تعلن من الآن أنها تدخل مع العبادي لأنها لا تعلم
ولا تستطيع أن تجزم بأن العبادي قادر على أن يحقق لها ما تريد، لأن هذه المجموعة تعمل بتوافقات وبأموال خليجية مدعومة واضحة للعيان، فلذلك الشارع لا يستطيع، لا تستطيع هذه الكتل أن تجازف بناخبيها، وخاصة موضوعة النازحين وما يجري عليها من حديث كبير من قبل بعض الأطراف السنية التي تطالب بتأجيل الانتخابات. لكن هذه كلها لا أستطيع أن أقول أن هناك تحالفا للعبادي مع كل الأطراف، لا شيعية ولا سنية ولا غيرها، لربما يبقى التيار الصدري هو الأقرب، لكن على شرط، هذه فيها شروط وفيها اتفاقيات وضغوطات من قبل الطرفين، من قبل النصر العبادي ومن قبل قائمة الاستقامة التي هي مدعومة من قبل التيار الصدري. نعم، يعني أستاذ وائل، جلسة البرلمان اليوم لم تتطرق إلى الموازنة، يعني ألا يعني هذا أن مسألة إقرار الموازنة من عدمها أصبحت رهنا بقرار سياسي تتفق عليها جميع الأطراف؟ وهذا واضح أن الخلاف السياسي اليوم على عدم تمرير قانون الموازنة هو خلاف سياسي وليس خلاف مهني. نعم. لأنه ما دام السيد العبادي عندما حضر إلى البرلمان لمناقشة فقرات الموازنة وطلب بأن يجتمع مع زعماء الكتل المعترضة على قانون الموازنة، وهم الحزب الكتل الكردية واتحاد القوى، ولم يجتمع معهم داخل قبة البرلمان، إنما اجتمع معهم داخل القاعة الدستورية التي هي ليست مهيئة للتصويت، إنما مهيئة للاجتماعات الصغيرة ما بين رؤساء وزعماء الكتل عادة ما يجتمعون بها للتوافقات السياسية. هذا يعني أن رئيس الوزراء العبادي مستعد أن يقدم التنازلات من أجل أن يمرر قانون الموازنة، ولكي أيضا يضغط عليهم أو يضغطوا يحصلوا نتيجة ضغطهم على موضوعة الانتخابات وكيفية تمريرها على حساب جهة أخرى أو على حساب موضوع آخر قد تدخل فيه موضوعة الانتخابات. بمعنى أن اليوم الخلافات السياسية حول تمرير قانون الموازنة قد سعت به الكتل التي كانت ترفض إجراء الانتخابات بالموعد المحدد يوم 12/5 القادم، وبالتالي جعلت من هذه الورقة، من ورقة الموازنة بعد أن حددت المحكمة الاتحادية موعدا للانتخابات، جعلت من هذه الورقة ورقة ضغط على الأطراف السياسية جميعا وعلى العباد حصرا على الحكومة، لكي يستطيعوا أن يستغلوها كيف ما شاءوا في هذا التمرير. وإلا للواقع يفترض أنه 183 نائب موجود من التحالف الوطني الشيعي يفترض أن يمررها بشكل سريع، لكن كسر النصاب هذا هو الذي يعطينا انطباعا سياسيا حول موضوع الإيهاب.